طبعا موضوع سيادة واستقلال العراق هو المبدأ الأولي الذي يعني تديره دولة وحكومة، ولكن للأسف الشديد هذا لم يجد طريقه إلى الواقع. هنالك انتهاكات واسعة، طبعا نحن نتحدث عن مرحلة ما بعد 2011 اللي هو تاريخ انتهاء مهمة الاحتلال الأمريكي للعراق، والذي يبدو ويجوز القول بأنه يفترض أن يكون قد تحقق استقلاله وسيادته. ولكن النفوذ الإيراني متصاعد، وفي فترة من السنوات الأولى هذا النفوذ لديه مصالح، ولكن هذه المصالح في كثير من الأحيان هي لا تتعاطى ولا يمكن أن تتفاعل مع مصالح شعب العراق. هذه المصالح ومصالح النفوذ عبرت عنها من خلال أدواتها، وهي ما يمكن يطلق عليه بالميليشيات الولائية، ووضعت هنالك وسائل وأدوات كثيرة للتخريب في البلد، للدرجة الأساسية أنها تتعدى على رئيس وزراء الحكومة وتحاول اغتياله. ويعني هذا شيء طبعا خرق لكل مفاهيم ومدلولات السيادة والاستقلال التي تدعو إليها الأمم المتحدة على سبيل المثال. ولهذا كان لابد لهذه الهيئة الأممية أن تؤشر مثل هذه الخروقات الأساسية، خصوصا التواصل في موضوع يعني وصل إلى درجة الاعتراف ب يعني قصف مدينة أربيل لمبررات أثبتت اللجنة البرلمانية عدم صحتها. ولهذا يبدو أن هذا التأشير الجديد حول أن يكون العراق حديقة خلفية كان نبه إليه كثير من العراقيين المخلصين من خارج السلطة، من خارج سلطة الأحزاب، لأن هذه الأحزاب للأسف الشديد هي لا تفكر لا بمصير العراقيين كشعب ولا باستقلال البلد وسيادته. ولهذا هنالك مخاطر جدية الآن حقيقة، يعني هي ليست فقط هذا النفوذ المتصاعد من قبل إيران وكذلك من قبل تركيا. يعني هذا لا ننسى أنه عدم وجود حكومة قوية صارمة وقادرة على أن تحمي استقلال البلد سيبقى البلد متعرض لمثل هذه الهزات الخطيرة. في تقديري أنه لا يريدون أن تأتي حكومة قوية باسم ما يسمى بالإسلام السياسي، الذي هو نقيض مثل ما هو معروف للديمقراطية الحقيقية والاستقلال السياسي.